شارك 11 دولة حاليا، وكان القرارات جميعها بالإجماع، وهذا يعتبر نصر لسوريا، لأن الوفود التي جاءت لم تكن تتخيل بأن سوريا بهذا الحجم من العلم وإنتاج الدواء والأمان أيضا، وهذا ما أكدنا عليه بأن الثلاثية بالنسبة للجيش والشعب والقائد هي منتصرة بإذن الله. بنتواجد الآن لدعم الصيادلة السوريين، وكان هناك مرور على معظم الجامعات السورية للوقوف على انتظام العملية التعليمية، والحمد لله ما شاهدناه شيء مطمئن جدا. أيضا انتقلنا إلى بعض معامل الأدوية للوقوف على مدى العجز في الأدوية، كان الوضع أيضا مطمئن، وكانت الحاجة اللي هي تقريبا المعامل السورية بتكفي ما يعادل 80% من الدواء. طبعا هناك تم عقد بعض البروتوكولات ما بين الجامعات وما بين نقاب الصيادلة مصر واتحاد الصيادلة العرب لتبادل الطلابي ولتدريب الصيادلة السوريين في المعامل المصرية. اتحاد الصيادلة العرب دائما كان مع سوريا منذ البداية وحتى الآن، باعتبار نقاب الصيادلة السورية على استمرار باتحاد الصيادلة العرب، واتحاد الصيادلة العرب باستمرار في سوريا. حظينا في هذا الاجتماع بنقاش عدة قضايا هامة، من أبرزها العمل التنفيذي في موضوع مجلس التخصصات الصيدلية العربية اللي هو البورد الصيدلي العربي، وأيضا استحدثنا أكاديمية للتعليم المستمر إن شاء الله حيكون مقرها القاهرة ولا فروع في دمشق وباقي عواصم العربية. تحدثنا عن العمل الصيدلي العربي المشترك، نقل التقنية في الصناعة الدوائية، الاستثمارات العربية المشتركة، التعاون والتدريب بين الصيادلة السورية وباقي الوطن العربي. دعما لسوريا، وأتت الوفود العربية من كل الدول العربية بهدف التأكيد على أن النصر سوريا قد رسم وقد بانت ملامحه، والحقيقة تناول هذا الاجتماع العديد من الأمور الفنية والتنظيمية التي تتعلق بمهنة الصيدلة وما يتعلق بموضوع الأكاديمية العربية والبورد العربي الصيدلاني، وسيكون هناك مركز نفاذ في سوريا، وستكون سوريا أيضا من النقاط الأساسية التي ستقوم بعملية تدريب الصيادلة بالتعاون مع اتحاد الصيادلة العربي.